يا حمدان، انت وامك جاي خوش جاي تكفني معايا يا خال. انت ليك عينت ولا وشك بعد اللي عملته فينا وقتلت بنتنا؟ هدنت يا صفية. ارجوك يا خال سامحيني. سامحك؟ سامحك كيف وانت قتلت بنت صفية اللي ما كفاتش 3 سنين؟ ابوس يدك ابوس يدك يا كبيرة، سامحي ولدي، ولدي مش قصده يقتل حفيدتك، سامحي ارجوكي. معقولة؟ معقولة ام حمدان بنت الاكابر اللي كانت تمشي ترمح في البلد كلاتها مفيش ذكر يقدر يقف قصادها مرمية كده؟ خلاص يا اما بقى بلاش افتاد، ربنا بيغفر، احنا مش هنغفر. اخلص يا بنت. انت عشان ما بتخلفيش مش حاسه بقيمة البناية لحركتك على بنتك يا صفية. خلاص يا غال اقتليني ريحيني وريحي امي من خوفها كل ساعة وكل دقيقة عليا وعلى اخواتي من الشيء العين اللي اسمه الطار. لا يا حمدان انا مش هقتلك دلوقت، انا لازم احرق قلب امك عليك الاول، هقتل ولدك وبعدين اقتلك. لا ارجوك يا كبيرة ارجوك. اخلص يا مرة. استني يا اما، حمدان ما قتلش البيت. واه ايوه. ايه اللي بتقوليه ده؟ زي ما سمعته الكلام اللي هتقوليه عادي يا شوقية. سيدة هي اللي قتلت البنت. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه انا شفتك بعناية التنين دول وانت بتتصاحبي في نصاص الليالي واخد البنت معاكي في وسط الشجر، ولما سمعك حمدان ضرب نار افتكرك ديب، بس طلقة حمدان ما صابتش وطلقة مسدسك هي اللي صابت ولبسها حمدان. صحيح الكلام ده؟ انطقي. ايوه صحيح انا اللي جدلت، الحقد جماء لعيني وانا بشوف كنت رايحه وجايه ببتك وانا ما بخلفش. يا سيده انتي وجالك قلب تكتري بتخيتك؟ يا خملعون ابو الحقد اللي يخليكي تعملي كده. صحيح ما يملاش العين الا التراب. عيطولي على شيخ الغفر عشان ناخد حق بيتنا بالجنون. الجنون هو شريعة الأرض مش بالطار.